بشكركم جدا على تفاعلكم معايا وعلى تواجدكم في حياتي وعلى كل الوقت السعيد اللي انا بقضاه وانا بقرا تعليقاتكم الجميلة. من اكتر الابراج الحساسة واللي مشاهدتها يعني كويسة إلى حد ما، واللي تعليقاتها بتبقى كويسة كمان عندي، هي برج الجوزاء. بحبكم كلكم انتوا وباقي الأبراج، وبتمنى لكم كل السعادة وكل الهنا وكل التوفيق في حياتكم الأيام اللي جاية. خلونا نبدأ. يلا يا برج الجوزاء، برج الجوزاء ايه اللي في الأيام اللي جاية؟ ايه اللي مستنيك؟ اللي مستنيك في الأيام الجاية إن شاء الله في تقدم كبير في مجال العمل، في رحيل المتاعب والأوجاع والآلام، في بشرة خير جاية لك هتسمعها، في فتحة خير هتتفتح لك، باب هيتفتح لك انت ما كنتش عامل حسابك ليه، ولا انت مركز ولا انت مرتب له أصلا، هيتفتح لك فكرة معينة ما كانتش حتى تخطر لك على بال، انت ما كنتش بتفكر في الموضوع ده أصلا، هيتطرح عليك وهيكون ليك فيه رزق حلو. يعني زي مشروع، زي فكرة عمل، حاجة حلوة قوي هتتعرض عليك وهتكون لك فيها فضل وهيكون لك فيها رزق حلو. ايه كمان؟ في خبر كويس هتسمعه في العيلة عندك، ممكن حمل ليك او لأحد اشقائك، حدوث حمل عندكم في البيت، عندك في اسرتك او عندك في نفسك او عندك في حد من اخواتك او حد من قرايبك، هتسمع عنه انه خبر حمل، وهو كان منتظر الحمل ده من زمان، او انتم منتظرين الحمل ده من زمان. ان شاء الله في خير وفي تحقيق للامنيات الغالية اللي انتم بتتمنوها دايما، في تحقيق للمطالب. يعني انت لو انت بتتمنى مثلا يا رب اديني 100 جنيه، ان شاء الله ربنا هيديك ال 100 جنيه دول. لو انت طلبت من ربنا مكانة او يعني في فرصة، انت دلوقتي في المرحلة ديت في روحانيات عالية جدا وفي قرب ربنا، فأي حاجة ان شاء الله انت هتطلبها وتلح فيها، وربنا بيحب العبد اللحوح، اللي ان شاء الله هتكون مستجابة في الفترة دي ان شاء الله. في تحقيق للأهداف، يعني انت لو عندك هدف مثلا اوصل للمرتبة الفلانية، اوصل للإنسان الفلاني، اعمل الحاجه كذا، اروح المشوار كذا، اعمل اي حاجه، ان شاء الله هيكون في تحقيق للطلبات بتاعتك. يعني تحس ان انت كده يا برج الجوزاء زي ما تكون لابس خاتم سليمان، كل لما تعوز حاجه ان شاء الله هتلاقيها بتتحقق. اكثروا من الصدقات علشان خاطر ربنا بيجازيكم الخير بكتر التصدق. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك لنا فيه. ان شاء الله كمان عايزين نقول كان في فترة صمت طويلة وفترة انتظار للمال، كان في فترة ركود، الموضوع ده خلاص انتهى، ان شاء الله في نشاط مالي وحركة مالية عندك هتكون موجودة. خلي بالك من مشاعرك قوي يا برج الجوزاء، حاول ان انت ما تجرحش حد وكمان ما تتجرحش. يعني في الفترة ديت ممكن يثورك بعض الشكوك تجاه الحبيب او تجاه الشريك او تجاه الزوج او الزوجة، في بعض الشكوك اللي ممكن تلف في دماغك من ناحية العاطفة، وهتحس بوسواس ان انت في شك وفي قلق وفي ضيقة وفي ريبة. انا احب اقول لك ان الشك دوت من وسوسة الشيطان، ملهاش اي اساس من الصحة. حبايبك، سواء اذا كان حبايبك او الشريك بتاعك في الحياة او الشريك بتاعك في الحب، فهم بني ادمين صافيين جدا طيبين جدا، وان شاء الله هم مش بيخونوك ومش في حد ابدا بيحاول ان هو يغدر بيك. فابعد الفكرة دي عن بالك في الفترة ديت، وان شاء الله في الايام اللي جاية تلاقي السعادة والهنا اكتر واكتر. هيكون ليك سيطرة تامة على مشاعرك وعواطفك، فحاول ان انت ما تضغطهمش قوي. يعني بما ان انا هبقى متحكم في افكاري وبما ان انا هبقى متحكم في مشاعري، احاول ان انا داري بقى، واحاول ان انا اقفل على نفسي، واحاول ان انا اضغط نفسي جامد. لا، انا بقول لك عيش زي ما انت بتحب، عيش حياتك بالطول بالعرض، ما تضايقش نفسك، ما تحبس على نفسك، ما تقفلش. مش معنى التحكم ان انت تقفل على نفسك، لا، التحكم معناه ان انت عندك القدرة في انك تدي عواطف زيادة، تمام، تدي
عقلك العنان ان يفكر في افكار ممكن ما تكونش بتفكر فيها في وقت ما، بس ربنا اداك القدرة دلوقتي على انك تفكر، على انك تبتكر حاجات، على انك تحب اكتر وتدي لمشاعرك المجال اكتر، مع السيطرة على انك ما يعني ما يتحدش يتلعب بيك او محدش يخدعك. فاذا دي ميزة ولازم تستغلها ان شاء الله. لو انت عندك محاكمة او شيء من هذا القبيل فهيبقى في عدالة وفي تحقيق للعدالة وفي رجوع لحقك ان شاء الله. ان شاء الله في منع للخبطة وفي الحيرة، خلاص هتنساها. كمان في مودة ورحمة وتصالح مع الأهل لو كان في مشكلة بينك وبينهم. بالنسبة للناس اللي بتقول لي انت قراءتك ملخبطة، احنا اتلخبطنا دلوقتي، انا عاملة قراءة عامة، انا ما خصصتش جزء معين، انا دلوقتي فتحت الورق، الورق من شامل كل حاجة، انا ما قلتش قراءة عاطفية دلوقتي بس، وما قلتش قراءة مالية دلوقتي بس، وما قلتش قراءة صحية دلوقتي بس. انا بداية في كل قراءة او في كل فيديو انا بعمل قراءة عامة اللي هي مجموع او الشامل للبرج ده، وبعد كده بنبدأ ناخد القراءة العاطفية بتاعتنا على جنب، والقراءة المالية على جنب، والصحة وللمنفصلين والمرتبطين والعزاب ومتأخرين الزواج. بقسم الفيديو لكذا حاجة ولكذا فرع، تمام؟ بداية ده بيبقى شامل كل حاجة، فأنا بقول كل اللي باين قدامي، بعد كده ببدأ أخصص أجزاء وبشرح فيها، عشان الناس اللي بتقولي أنت بتلخبطينا وقراءتك متلخبطة، أنا قراءتي طبيعية جدا وعلى سجيتها، يعني هي بالطبيعة وبالفطرة وزي ما بتطلع، مش ببقى مجهزة لها ولا محورة لها ولا محددة أهداف للقراءة ولا محددة أشكال معينة تطلع لي علشان خاطر أقول عليها قراءتي، زي ما بيطلع زي هو رزقكم هو رزقي، هو ده اللي بيطلع، هو ده اللي أنا بقوله. بتمنى إن أنتوا تكونوا متفهمين النقطة دي جامد. إن شاء الله دلوقتي هنقرأ القراءة بتاعتنا بتاعت المنفصلين، القراءة العاطفية للمنفصلين. القراءة العاطفية للمنفصلين بتقول الانفصال تم بسبب كلام الناس وبسبب تدخل لبعض الأطراف كانوا عايزين إن هم يفرقوكوا عن بعض. اتعرضتوا لأنواع من المكايد أنت وحبيبك أو أنت وزوجك أو أنت وزوجتك، وليكن كان في ناس متدخلين في الموضوع وعايزين إن هو ما يتمش، أو إن أنتوا ما تفضلوش في العلاقة دي، أو إنهم ينهوا العلاقة دي أصلاً. في بعضهم كان عنده منافع يعني عايز يستفيد منكم مالياً، كان في بعضهم عايز منافع منكم شخصياً هو يستحصل عليكم لنفسه. كان في ناس عندها حقد، كان في ناس عندها غل، كان في ناس عندها اهداف اخرى من ورا ان هي تفرقكم عن بعض. سبحان الله، ان شاء الله، يعني ان شاء الله ليكم رجوع، ليكم مصالحه، ليكم رجوع لبعض، ليكم اهداف حلوه كتير هتحققوها مع بعض، ليكم كيد للاعوازل والاعادي دول. هم هيشوفوا نصرتكم وهيشوفوا رجوعكم لبعض وهيتضايقوا ويزعلوا جدا جدا. اخبار كويسه كمان هتوصلكم من الحبيب بالذات اللي عامل بلوك وقفل الاتصالات وذهب مع الريح، فهو ان شاء الله هيرجع تاني وهيوريكم نفسه تاني. بالنسبه بناء على الورقه الثالثه ديت واللي بتقول ان في علاقه ثلاثيه تم الانفصال عنها بسبب وجود الشريك مع طرف تاني، فاحب اقول لكم ان هيكون في شفاء من العلاقه ديت، وان لو كان في رجوع، واعتقد ان هو ان شاء الله هيكون في رجوع، فهيكون في اختفاء للطرف الثالث، او هيكون في علاقه جديده ليكم من اول وجديد من غير خالص الطرف الثاني ده، يعني هتستحصلوا على علاقه جديده بيور من اول وجديد، او هتحصلوا على الطرف اللي انتوا عايزينه بدون الطرف الثالث. فده بالنسبه للمنفصلين، تمام. خلينا نشوف بالنسبه للمرتبطين، وخلينا نشوف ورقهم بيقول ايه. الورق بالنسبة للمرتبطين أو بعلاقة حب أو بزواج، فهنقول إن في شوية مناوشات وفي طرف نسائي داخل في الموضوع بيحاول إن هو يبوظ العلاقة بينكم وبين بعض. خليكم ماسكين إيدين بعض وما تسيبوش إيدين بعض أبدا، ما تحاولوش إن انتوا تدخلوا حد بينكم. عايزين نقول إن انتوا توأم الروح لبعض، سواء إذا كان حبيبك أو شريكك من برج مائي أو من برج ناري، برضو ممكن يكون من برج ترابي، فهو ده الشريك وتوأم الروح بالنسبة لك، أنت حاسس كده بالظبط وما بتقدرش إن أنت تستغنى عنه، وهو زي الهوا بالنسبة لك فمش هتقدر إن أنت تسيبه.
هيكون ليك هدية حلوة جدا من حبيبك أو شريكك أو زوجك أو زوجتك أو ليكن زوجتك. فهي الفكرة إن في هدية حلوة هتدخل عليكم، هتدخل على نفسكم السرور، في مصالحة مع الحبيب أو الزوج بعد مناوشة بسيطة كده هتحصل، هيكون بعدها هدية وهيكون بعدها ود، فإذا هي خير وبركة. ده بالنسبة للمتزوجين والمرتبطين. خلينا نشوف بالنسبة لحبايبي من المتأخرين الزواج. بالنسبة لمتأخرين الزواج والعزاب، فخلينا نقول لهم إن في بشرة خير، في عرسان وعرايس وهيكونوا متيسرين ماديا كمان، فإذا ديت حاجة مطلوبة جدا. إن شاء الله ربنا هيسعدكم وهيهنيكم وهيشفي الوجع اللي في قلبكم نتيجة طول فترة الانتظار أو نتيجة التخوف من أي ارتباط جديد. هيكون لكم حاجات كتيرة حلوة هتشوفوها مع الأشخاص اللي انتوا هتحبوهم. فترة الانتظار ما عدتش هتطول، قدامكم فترة بسيطة جدا، واللي هيجي هيجي مستعجل جدا على الارتباط وعلى إنهاء كل الإجراءات وعلى عميل كل حاجة حلوة وعلى الفرح. فإذا إن شاء الله هيكون لكم الفرح زي ما احنا بنتمنى. يا رب ربنا يبعت لكم الفرح والسعادة بلا اكتفاء ومن غير حول منكم ولا قوة، من حيث لا تعلموا ولا تحتسبوا. عايزين نشوف الماديات بتاعة برج الجوزاء هتكون ازاي. مادياتك يا برج الجوزاء في كذا مشروع هيتعرضوا عليك وانت تختار منهم اللي انت عايزه، لان ان شاء الله كلهم مشاريع ناجحة وهتبقى مثمرة. في نجاح على المجال العملي والدراسي، وهيكون في ماديات حلوة برضه هتدخل عندك. في تقدم في العمل، ترقية، علاوة، حاجة انت مستنيها بقالك فترة هتحصل وهتكون من حدك ومن نصيبك. اذا انت كده مادياتك مترستقة يا برج الجوزاء. اللهم لا حسد، اللهم لا حسد. تمام، اذا احنا كده قلنا قراءتك كلها يا برج الجوزاء. خلينا نشوف قراءتك الرومانسيه او كروت الرومانسيه هتقول لك ايه. اخر حاجه عندنا في الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب تكون عليكم بالسعد والهنا كلكم كلكم من كافه الاتجاهات. خلينا نقول بدايه المتزوجين، بالنسبة للمتزوجين أو اللي هم في علاقة حلوة مرتبطين مع بعض، يعني علاقة للمرتبطين، بتقول إن هو دي التوأم الروح وإن العلاقة دي مكتملة تماما وإن ليكوا الهنا والسعد إن شاء الله وفوق بعد المشاكل والخلافات وأي حاجة ممكن تضايقكم. خلاص نشوف بقى بالنسبة للمنفصلين. بالنسبة للمنفصلين في رجوع وفي إتمام للزيجات وفي أفراح هتبقى عندكم بكم زي ما بنقول ان شاء الله. بالنسبه للمتاخرين الزواج والعزاب، فان شاء الله في حب وفي ود بينكم وبين قلب بيحبكم هيحصل ان شاء الله، وهيكون عليكم بالسعاده والهنا. بتمنى ان ما تكونش قراءتي تقيله على قلبكم، بتمنى ان انا شخصيا ما اكونش تقيله على قلبكم.